أن يتفقهن. أن يتفقهن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى وإياكم على نعمة الإسلام، وهو الخير كله ودين الخير كله، ونحمده سبحانه وتعالى على كل النعم التي حبان بها والتي لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة هذا الشهر الكريم شهر رمضان. كل عام وأنتم طيبون، وتقبل الله منكم الصيام والقيام. نعيش إذن بحمد الله تعالى وفضله أيام الرحمة، هذه الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم. وفي هذه الأيام كل نفس تواقة إلى التزكية والتهذيب والسكينة تجدها ساعية غير لاهية لإراحة القلب، ولا راحة للقلب إلا في معية الخالق عز وجل، خاصة إذا كان القلب متوددا متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا الرحمة والمغفرة. فالحمد لله مرة أخرى على نعمة رمضان، واللهم تقبل منا الصيام والقيام، والحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم لنتنفس وإياكم نفحاته الروحانية، وأيضا لنتنسم هذه السعادة غير المتناهية التي لا نجدها في شهر آخر. مرة أخرى رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى جلسة رمضانية طيبة بإذن الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحتسبها في مجالس الصالحين. أهلا بكم إلى جلسة جديدة من برنامجكم أن يتفقه. كالعادة حديثنا لن يخرج بإذن الله تعالى عن العبادات وأصولها الفقهية والمقاصدية، حتى نصوم وإياكم هذا الشهر الكريم بما يجعل الله سبحانه وتعالى راضيا عنا، وبما يطهر أنفسنا من كل الشوائب يا منان يا كريم. إذن جلسة طيبة أرجوها لكل من يتابع برنامج أن يتفقهن في حضرة جلستي البرنامج البروفيسور سهيلة حسين. مرحبا بك وكل عام وأنت طيبة. مرحبا بك أختي نصيرة، وكل عام أنت طيبة، ومشاهدينا والدكتورة مليكة، ورمضان مبارك لنا ولكم جميعا. آمين رب العالمين. آمين. رمضان مبارك دكتورة مليكة، مرحبا بك. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك لنا ولكل المشاهدين. إذن جلسة طيبة بإذن الله تعالى نرجوها لكم، وكلها إفادة بإذن الله جل وعلا. موضوعنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حول المرأة والعلوم الشرعية، تحت عنوان المرأة المسلمة والعلوم الشرعية. أكيد أننا من خلال هذا الموضوع نجيب على الكثير من الأسئلة التي وصلتنا، والتي تتعلق بكل العبادات، سواء في هذا الشهر الكريم شهر الفضائل أو طيلة أيام السنة، فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا تنتهي. لكن على غير العادة، كالعادة نمهد هكذا الموضوع بمدخل في هذه الجلسة الأولى من جلساتنا الرمضانية. سأطلب من البروفيسور عاقلة أن تخاطب هكذا مباشرة بناتنا، أخواتنا، أمهاتنا، وكل من يتابع برنامج أن يتفقهن، لتحثهم وتنصحهم على كيفية أو ما هي الوسائل التي يتقرب بها العبد من خالقه، خاصة في هذا الشهر الكريم. كيف نكثف العبادات، وكيف يمكن أن ننظم وقتنا وننظم أيضا أنفسنا حتى نكون دائما بإذن الله تعالى، وخاصة في هذا الشهر الكريم، في معية الخالق عز وجل، حتى تصح عقيدتنا ونصل إلى تحقيق المقصد من صيام رمضان
وهو التقوى. بإذن الله. بارك الله فيك أختي ناصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك بدوري مرة أخرى، أحييك دكتورة مليكة، فريق العمل، مشاهدينا الأفاضل، ورمضان مبارك، تقبل الله منا صالح الأعمال. بارك الله فيك. سؤال مهم، حينما نوجه كلمة إلى أخواتنا الكريمات ونصف أنفسنا الصائمات، فالصائم هو ذلك الذي دعاه الله سبحانه وتعالى على أن يترك طعامه وشهوته وأكله وشربه وكل ما كان حلالا عليه قبل رمضان، فاستجاب وأناب وعاد قائلا اللهم اجعلني من الصائمين، اللهم تقبل. فكل هذه العبارات الجميلة حينما نحللها في محتواها ومغزاها نجد كل تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا ينفع الله سبحانه وتعالى جوعنا، ولكن الذي ينفعنا نحن هو ذلك الامتثال، وهذه العقيدة، هو ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب. فالأمر للاستجابة، الأمر للإنابة، الأمر للطاعة. فالمؤمن عقيدة مدام الله عز وجل، هذا الذي خلقنا عز وجل، وهذا الذي أمرنا، وهذا الذي سيكافئنا كما قلت ويجازينا ويوصلنا إلى مرحلة المتقين، وأهل التقوى والمتقون هم في الجنة العليا من الفردوس الأعلى، وهم سعداء في الدنيا والآخرة، لأن سعادة المؤمن في قلبه بمعية الله عز وجل، مثل ما قدمت في مقدمتك الرائعة. فهذه السعادة الدنيوية والأخروية، هذه راحة البال، لا يمكن أن تستقيم لإنسان في الدنيا إلا إذا استقامت عقيدته، إلا إذا استجاب لأمر ربه. هذه الفطرة، هكذا خلقنا الله عز وجل. نقول لأخواتي الكريمات في هذا الشهر الفضيل، الشهر المبارك الطيب، نكثف عباداتنا، فمن الصباح الليل إلى الصباح الثاني، من السحور إلى السحور، فنحن في برنامج يومي. هذا البرنامج اليومي هو أن شهر رمضان شهر تربص، شهر مدرسة، تربص بامتياز. لعل 11 شهرا ونحن في مجالات بعيدة، قد نصلي، قد نصوم أيام، قد نقوم بأعمال صالحة، قد نفعل الكثير من الأمور، ولكن حينما يأتي رمضان فنحن نأتي ببرنامج مدخلي، تربص، برنامج يومي. الطعام والغذاء والمباحات والتحضيرات لأخواتنا الكريمات جزاهن الله كل خير، نقول لهم أن المطبخ صبر، فحينما تصبرين في مطبخك وحينما تطبخين بنية إطعام أو إعداد الطعام للصائمين أو تفطير الصائمين فأنت مأجورة. إذن أبدي بالمباحات، هذا المباح حوليه إلى طاعة وعبادة. حينما يتحول المباح إلى طاعة وعبادة، إذن لديك وقت محدد مقتطع. ثانيا، برنامج اليوم الصيام، لدينا في الصيام معرفة أركان الصيام، التفقه في أركان الصيام ومبطلاته وواجباته ومستحباته ومكروهاته. هذا الفقه الأساسي حينما نجد أنفسنا ربما نخطئ في إفطار، في الإثناء ونحن صائمين، ربما يقع منا خطأ كيف نصلحه، ربما تأتيها الدورة في رمضان كيف تصححها، كيف تفطر، متى تفطر، كيف تمسك. ففقه الصيام من الأمور الأساسية لأخواتنا الكريمات تحضير لها وفهمها في بداية رمضان. برنامج رمضان القرآن، إن رمضان هو شهر القرآن، فمدام القرآن العظيم بجله الله سبحانه وتعالى وأكرم هذا الشهر لأنه شهر القرآن ونزل فيه القرآن، فنحن كذلك نكرم هذا الشهر الكريم بحسن استقباله وبفتح المصاحف وتلاوة القرآن. عندنا شهر رمضان الصلاة، المحافظة على الصلاة في وقتها. غير ممكن للسيدات والأخوات الكريمات أن نقضي وقتنا، الشابات ربما يصبحوا راقدين، أو سيدات يشتغلن كثيرا بالمطبخ. نقول أخواتنا وبناتنا الحفاظ على الصلاة، نحافظ على الصلواتنا المفروضة في وقتها قدر المستطاع، أولوية لحق الله سبحانه. أولوية حق الله عز وجل. ثانيا، نضيف على صلواتنا المفروضة النوافل، لنكثر من النوافل حسب وقتنا، لأن أختنا صار هذا العام رمضان فيه دراسة، فيه أعمال، يعني أتانا ليس في وقت الراحة والعطلة، ولكن قولوا لبناتنا وأخواتنا قدر المستطاع اقتطعنا وقتا للصلاة في وقتها وللنوافل.
قيام الليل في رمضان يعني من شهرته ومن حسنه تلك السهرة. فإذا كانت السهرة فيها أشياء من المباحات نحن نجعل ذلك المباح عبادة. فلما العائلية، المحاورة الأسرية، النقاش الأسري، التذكير بأحكام الصيام والقراءة والقرآن، المنافسة في طاعة الله، وفي وقت صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، هذا البرنامج المكثف في شهر رمضان، ويجمع كل هذا الدعاء، كثرة الدعاء، كثرة الذكر. فرمضان هو شهر الدعاء، والاستجابة للدعاء في رمضان أكثر بكثير منها في الأيام الأخرى. العبادة في رمضان مضاعفة أكثر بكثير، إنما الصوم لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل يعطي للصائم ما لا يعطيه لغيره في أي مكان، وبالتالي رمضان تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فنقول أخواتنا بقدر جهدكن ومشاغلكن في البيت ومسؤوليتكن، بقدر الجهد بقدر الأجر، وكذلك لا ننسى عباداتنا وطاعاتنا، لأن رمضان شهر العبادة والطاعة. بارك الله فيك وفي الشيخ العقيلة، وعلينا أن نحرص على إنجاح هذه التجارة إن شاء الله. الله إن شاء الله. طبعا بروفيسور عقيلة وأيضا أنت دكتورة مليكة، ما كنتما لتقدمانه في هذه الحصة لولا تمكنكما من أصول الفقه ومن مقاصد الشريعة وما تتضمنه من علوم وفروع أيضا تدخل دائما في إطار العلوم الشرعية، والتي هي موضوعنا اليوم كما ذكرت، المرأة المسلمة والعلوم الشرعية. بروفيسور أو دكتورة مليكة، بعدما تقدمت به هذا الخطاب الرائع الذي يحمل الكثير من التوجيهات والكثير من التنبيهات والكثير من الرسائل الإيجابية التي تفيد المرأة مهما كان موقعها وهي تدخل هذه المدرسة الرمضانية التي يجب أن تغتنمها إلى أقصى حد ممكن طمعا في مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه العلوم الشرعية التي تمكننا هكذا، تمكنكما والكثير من الأخوات من أساتذتنا في القناة وفي غيرها من القنوات، أن يقدمنا هذه الرسائل الهادفة لها مقاصدها ولها أهدافها ولها أيضا آثارها الطيبة على القاعدة الأساسية في المجتمع والأسرة، وهي المرأة بالدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بك الأخت نصيرة، الأستاذة عقيلة، كل المشاهدين. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك، واللهم أمطر من سحائب رحمتك على موتنا وموت المسلمين، وارحم أمي برحمتك الواسعة، واجعلها في عليين بجوار الأنبياء والمرسلين. كل أمهاتنا يا رب. آمين. وكل أمهات كل أمهاتنا. نعم، وكل موت المسلمين. في الحقيقة الأخت نصيرة، إذا تكلمنا عن المرأة والعلوم الشرعية فإننا نتكلم عن العبادة. فالله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم، وأول ما أنزل اقرأ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. والله تبارك وتعالى أسند صفة الخشية لعباده العلماء، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية من الله هي أعلى مراتب الورع. وعلى المرأة أن تتفقه. ما الفقه؟ الفقه هو الفهم. إذا تفقهت في الدين قد أخذت بالخير الوفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها ستعلم بالأحكام الشرعية التي تعترين ليلا نهار في حياتنا اليومية، والتي تخدم مصلحة المجتمع فردا وجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك في الحديث المروي عنه، عندما دخل على أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فوجد عندها الصحابية الجليلة التي تدعى شفاء، فقال لها هل علمتها
أو ألا تعلمين هذه، كان يريد بها حفصة، ألا تعلمين هذه الرقية كما علمتيها الكتابة. فالشاهد في الحديث مشروعية تعليم المرأة القراءة والكتابة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فالعابد يعبد، كما فسر العلماء هذا الحديث قالوا العابد يعبد وهو في جهل عن ربما عن مداخل الشيطان ومسالك الشيطان، لكن العالم يعلم جيدا المداخل للشيطان فيتجنبها ويحذر الناس منها فيأخذ الأجر، فهو يعلم الناس الخير. بالإضافة في تفسير هذا الحديث إلى أن العلم يقترن بالعبادة والعبادة تقترن بالعلم، فعلى العالم أن يكون عابدا وعلى العابد أن يكون عالما حتى تأتي العبادة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى على تمامها. طبعا لو نظرنا بالاستعراض التاريخي لدور المرأة في العلوم الشرعية نجد أن من صدر الإسلام من عهد النبوة والمرأة فقيها، فأمنا خديجة لعبت دورا هاما في الدعوة وفي نشر العلوم، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت فقيها وكانت تفتي الصحابة وكانت تنشر العلم وكانت تعلم الكثير من التخصصات، حتى الطب كانت تعلم أمور في الطب وكانت تعلمها للصحابيات. نجد في الوقت المعاصر عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه أدرك كل الإدراك أن تعليم المرأة العلوم الشرعية هو من أساسيات النجاح في المجتمع والرقي بهذه الأمة إلى مصاف الجودة والريادة والازدهار، لأن المرأة هي اللبنة الأولى في المجتمع وهي أساس المجتمع والهرم يبدأ من القاعدة. فالمرأة إذا ربت أولادها على الدين وعلى الطاعة وعلى الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى خرج هذا النشأ إلى القيادة وخرج إلى الريادة وكان المجتمع مزدهرا. وبالتالي نجد أن العلوم الشرعية كما قال الإمام أحمد نحتاج إلى العلم بعدد الأنفاس، فأكثر من الأكل والشرب نحتاج إلى العلم، لأن الأكل والشرب نحتاجه في أوقات معينة، لكن العلم علينا أن نعلم بكل شيء. الدليل في هذا الأخت نحتاج إلى الاستمرارية، بارك الله فيك، الاستمرارية والمداومة على طلب العلم. لماذا؟ دليل أننا في شهر فضيل مثل هذا، الأسئلة التي تصلنا: هل صيامي حلال؟ هل مشربي حلال بهذه الطريقة؟ هل أعيد صيام هذا اليوم؟ هل أتيت كبيرة من الأكل؟ سؤال عن الدين وعن الفقه. الأجدر أن نتفقه الدين على مدار السنة، لأن هذه الأحكام من الواجب والمباح والمحرم والمكروه والمستحب، كل هذه الأحكام الشرعية تعترينا في حياتنا اليومية على مدار السنة. ولذلك الإنسان كلما تفهم في الدين كما قال النبي من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، بالمفهوم المخالف من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. وبالتالي نجد أن مسألة الفقه في الدين وهي مسألة الفقه وهي التفاهم وهي فهم الدين، نجدها أنها من الأمور الضرورية في حياة المرأة، لأنها في بيتها الأخت نصيرة من هنا تنطلق الحضارة ومن هنا ينبع المجد، من البيت، من المرأة مع زوجها ومع أولادها. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهذا الإعداد دكتورة مليكة أحسن الله إليك لا ينتهي، بل يجب أن تكون المداومة عليه، وربما هذا ما يفسر استمرار الاهتمام بالعلوم الشرعية من طرف المرأة المسلمة، بداية من عصر أمهات المؤمنين وصولا إلى العصر الأندلسي مثلا. فلما نأتي إلى الأندلس لما كانت تحت راية الإسلام يقول ابن حزم سنة 456 أن الأندلس في ذلك الوقت كانت المرأة فيها متواجدة في كل المجالات من دون استثناء، وهناك فئة أو تلة معينة من النساء اهتممنا كثيرا بالعلوم الشرعية، حتى أن هذه العلوم الشرعية كانت دائما مرتبطة بسعة الثقافة آنذاك سواء عند الرجال أم عند النساء. و
أنجبت تلك الفترة الكثير من العالمات أيضا في هذا العصر، وأيضا معروف أن المذهب المالكي في ذلك العصر هو المذهب الغالب، صحيح وهو كان المذهب المطلق الذي صحيح يرجع صحيح العلماء والناس إليه في الكثير من الأمور صحيح الفقهية. أضاف أيضا أن إقبال النساء على العلوم الشرعية وإقبال الرجال أيضا على العلوم الشرعية في ذلك الوقت كان المفتاح للوصول إلى أرقى المناصب فعلا الوظيفية. صح هذا صح فقط وهذا كتلمة الله فيك ناس ما دمت جميل. تطرقت وشريفتي إلى هذا. لمساني صح وشريفتي وشرفت لساني لمساني أيضا. زار بجاية انتمي الهجري قال زرت بجاية فوجدت فتيات فتيات، في نعم. 12 من عمرهن يحفظن القرآن وموطأ الإمام مالك، يحفظن القرآن والموطأ يعني بالنسبة لهم الحديث والسنة، القرآن الحديث والسنة. والسنة، فهذه كانت أشياء بسيطة في المجتمع عادية، كل بنت في أسرة حافظة للقرآن، حافظة للموطأ، حافظة لمختصر خالي كما يقول سيدي خليل، كنا يحفظنا في المسألة في مجتمع المسلم متداولة. لكن التعليم النظامي نفس الشيء، فيه نفس التربية الشيء في التربية الإسلامية، في العلوم الإسلامية. الشرعية، في بمعنى نحب نقول أخواتنا بالك هذه رسالة منا جميعا نتفقوا عليها، أن العلم متوفر، اجتهدي فقط، يعني ما تكاسلوش في طلب العلم الشرعي، حكم هذا الاختيار، لأنه سينفعنا في دنيانا وآخرتنا وفي تربية أبنائنا. لأنه احنا المسألة مش متعلقة فقط بنتعلم أحكام الصلاة والصوم وخلاص ليا أنا، وهذه الأجيال الأبناء والإخوة والأسرة إلى فعلا آخره، فهذا العلم ينتشر، لازم ينتشر هذا العلم في ينتشر المجتمع لأننا مأجورين عليه ومسؤولين. وقوته في ديمومته ديمو أيضا، بارك الله فيك. وقوته في صح الحرص صح والاجتهاد المتواصل أيضا فعلا لطلبه. فعلا وربما نقطة قوة هذا الجيل والأجيال القادمة والتي سبقت هو وجود هكذا القدوات المتواترة على الحمد مر لله الأجيال. الحمد لله الحمد شكرا لله لكم على هذا العافية المدخل العافية الطيب، ونشرح بإذن الله تعالى في الإجابة على أسئلة المتابعين للبرنامج وأوفيائه، والتي وصلتنا عبر بريدنا الإلكتروني وعبر حسابي الفيسبوك لأستاذتينا الكريمتين. نبدأ بسؤال نورة من الجلفة، تقول: لماذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء بداية من أهله؟ نعم تفضلي بارك بروفيسور. الله فيك وفيها. نعم سؤال مهم جدا. ومليكة في المقدمة قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على تعليم زوجاته أمهات المؤمنين الكتابة والقراءة والقرآن والوحي والفقه وكل تفاصيل العلوم. لماذا؟ هذه القفزة الإنسانية الأولى في مكانة المرأة في الإسلام. لو ألغينا كل شيء يتعلق بمكانة المرأة في الإسلام، تركنا فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم علم زوجاته القراءة والكتابة ونزل الوحي في بيوتهن وأقرأهن وعلمهن الصلاة والصوم والحج وكل تفاصيل الفقه والحجاب وغيره، لكان يكفي للمرأة مكانة في أنها تصبح فقيهة وعالمة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لأنهن سيكن معلمات الأجيال وسيكن قدوة وصحابيات يروين الحديث والعلم وينشرنه، حتى أصبحت بيوت أمهات المؤمنين، وهذا المغزى ذكرناه في حصص سابقة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهن يقمن بمسؤولية الدعوة والتعليم. فالمرأة من يعلمها؟ هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عندها مكانة عالية، قربها من النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تتعلم وتستفيد. ولكن النسوة الأخريات ما دورهن؟ فهن ينقلن هذا العلم إلى النساء. ويعبر المؤرخون بتعبير دقيق جدا، يقولون أن بيوت حجرات أمهات المؤمنين كن منارات العلم. كانت عائشة رضي الله عنها تحمل كل علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فكان يسألها الرجال وليس فقط النساء، كبار الصحابة، كبار الخلفاء، أبوها عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. فإعداد البنت في التعليم هو إعداد الأسرة وإعداد المرأة التي تعلم بنات جنسها، حتى وصلنا إلى أنه احنا في اختصاصاتنا الدقيقة
أن هناك أسانيد وهناك أحاديث لم ترويها إلا النساء، من طريق النساء فقط في الدراسات الحديثية المتخصصة. هناك أسئلة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تخص النساء فقط، سألت عنها النساء تخص قضاياهن فأجابهن. وزيادة على ذلك، بعد ذلك ما التي ستجيب النساء في قضاياهن الدقيقة؟ وكنا كانت النساء يسألن أمهات المؤمنين في مسائل فقهية نسوية دقيقة جدا، فمن يجيبهن؟ كان تجيبهن أمهات المؤمنين، لأنهن تعلمنها من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تحكي أسرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنشر هذا العلم. فالواسطة دائما احنا نقولوا الصحابي هو الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرواة الباقيين. كذلك النساء صحابيات وأمهات المؤمنين خصيصا تعلمنا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عليهن مسؤولية كبيرة أن ينشرن هذا العلم ويعلمنه. فكان تلميذتهن لهن التابعيات، والتابعيات رواه لتابعي التابعيات، وبقى السند يمشي. هذا هو سند العلم. فالعلم كما قلت في المقدمة في تعليق لا ينقطع. عدم الانقطاع لماذا؟ لأن هذا يعلم هذا، وهذا يدرس هذا، وهذا ينشر لهذا. فالعلم أصلا لا يكتم، يعني ملكة ونتفقوا كنا آثم من يكتم العلم، فكان يحتاج إلى التبليغ. بارك الله فيك، خاصة العلم الشرعي آثم من يكتمه إذا كان عالما. لا ننشر علما لا، خطأ. ولكن المعلومة الصحيحة الدقيقة، أمهات المؤمنات رضي الله عنهن، مؤمنين عفوا رضي الله عنهن، علمهن النبي صلى الله عليه وسلم ليكملن الرسالة، وفعلا أكملن هذه الرسالة الإسلام العظيمة. والحمد لله والحمد التي لله. وصلتنا وننعم آمين في ظلها. آمين آمين. أم سعد من الصطيف تقول: هل تعد أمنا عائشة رضي الله عنها من مجتهدي الصحابة؟ وما هو منهجها في الاجتهاد؟ وما هي مجالاتها؟ وهل اعتمد فقهاء المذاهب رأيها؟ طبعا أقول لا فضل. أقول بالله توفيق. طبعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا الكثير من المسائل التي لم تكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على درجات في الفتية وفي الاجتهاد. كان منهم كثير الفتية، ومنهم المتوسط، ومنهم النادر. وكانت السيدة عائشة كثيرة الفتية أو الفتوى، فالسيدة عائشة اعتمدت في الكثير من مسائل الاجتهاد، كان هذا هو منهجها، وكانت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر هذا لسيدنا معاذ ولابن عباس في الكثير من المسائل الفقهية. فالسيدة عائشة طبعا كانت فقيها، وكان يأخذ عليها العلم الصحابة ويعتمدون رأيها في المسائل النازلة التي لم تكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقيس وكانت تجتهد، وكان منهجها في غالب المسائل الاجتهاد بالرأي، فكانت على منهج الصحابة في ذلك الوقت، وكان رأيها معتمد للصحابة ولغيرهم. بارك الله فيك، كلمة إضافة. صحيح، أمنا عائشة رضي الله عنها، نحيي دكتورة اسمهان، قل الأخت الكريمة دكتورة اسمهان كتبت كتاب رسالتها تاع الماجستير في نعم تحياتنا لها، نحييها نحيوها، ويعني أجادت في بحثها. ولمن تريد أن تطالع كتبا، يعني إن شاء الله ربما في حصصنا القادمة نجيب الكتب ونقول الأخوات هملك عناوين الكتب المعتمدة يعني في المجال التخصصي. أمنا عائشة رضي الله عنها قال العلماء، لو قال نظن ابن شهاب الزهري، لو جمع علم عائشة وعلم الصحابة لثقل علم عائشة، على اعتبار أن علمها كبير جدا. أكثر من مئات الصحابة كانوا يستشيرونها ويعطونها يعني يقدمون لها مسائل في الميراث وفي الأسرة وفي جميع المجالات، وتفتيهم وتعطيهم رأيها. كانت نابغة عائشة رضي الله عنها في زمانها، قدمت الكثير من الفقه للأمة الإسلامية بما في ذلك آراؤها في المذاهب الفقهية. نجد كثرة فقهها في المذهب المالكي، كثرة فقهها في المذهب الحنفي، في الشافعي، في الحنبلي. اعتمدوا حديثها كثيرة جدا، وهي روت أكثر من 2000 حديث أمنا عائشة الصحيحة، كاين أحاديث أخرى ولكن الذي اعتمدها العلماء أكثر من 2500 حديث، فهذه كثيرة جدا هذه الأحاديث.
زيادة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كان لها اجتهاد دقيق في فقه النساء، كانت تجتهد بدقة سفر المرأة بدون محرم، في سفر المرأة للحج، اجتهدت في كثير من مسائل دقيقة، في مسألة الغسل، مسألة الغسل حينما عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بأن المرأة لازم تفتح ضفائرها، كي لما تغتسل تنقض ضفائرها، يعني تفتح ضفائرها وترمي الماء على رأسها في الغسل الأكبر. قالت له، ردت عليه عائشة، قالت له: أفيأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني زيد قل لهم زيدوا حلقوا رؤوسكم أكثر. فقالت: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد إلا أن أحثو ثلاثة حثيات على رأسي، بمعنى حثيات حفنة تعمى فوق رأسي، يعني المرأة اللي شعرها طويل ما تفتحش ضفائرها في الغسل الأكبر، خاصة غسل الجنابة، فما تفتحش ضفائرها للمشقة. فهذه من المسائل التي ربما تستحضرني لأمنا عائشة في ردها على الصحابة. والزركشي، الإمام الزركشي، طلاب العلم يعرفوه، كتب كتابا خاصا الإجابة فيما استدركته عائشة عن الصحابة، يعني صححت لهم واستدركت وناقشتهم ونقدتهم في مسائل كثيرة. وكان واحد الدكتور يقولنا: يا حبذا لو كان الشباب يهدون لزوجاتهم هكذا كتبا في هذا المجال للقدوة. فقال: أنا أهديت لزوجتي هذا الكلام، أهديته لزوجتي هذا الكتاب لما فيه من قيمة للمرأة العالمة، قيمة للمرأة الفقيهة، وخاصة إذا كانت المرأة العظيمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق. ونحن لا نستطيع إلا ذكر هذه المراجع وهذه الكتب، ولكل من يتابعنا ويرغب في مطالعتها عليه بالاجتهاد والبحث عنها. بارك الله فيك. أم ياسمين الأغواط تسأل عن إسهامات المرأة في العلوم الشرعية وخدمة الإنسانية. ولما نتحدث عن خدمة الإنسانية في المجال واسع، يسع مجالات كثيرة طبعا. والله أنا في مؤتمر قديم شوية عنده 21 سنة ولا شكت، وكتبت إسهامات المرأة في خدمة المجتمع والإنسانية، وضبطت ثلاث محاور في البحث ديالي، وبعد عاودت نشرته هنا في خدمة الحضارة، عاودت عنوانته خدمة المرأة في الإنسانية. إسهاماتها ضبطها: أولا المومة، ثانيا العلم، ثالثا المال. فالمرأة ساهمت في التاريخ الطويل وما زالت تسهم، أولا لأنها أم، فهؤلاء العلماء والعظماء من أعدهم؟ أعدتهم إبراء. فالأمومة هي الإسهام الأول العظيم في تاريخ الإنسانية في بناء الحضارة الإسلامية. تلك المرأة التي كانت تنهض ابنها في البرد الشديد لترسله إلى المسجد وإلى الشيخ ليقرأ القرآن، هذه هي المرأة العظيمة. أم الإمام الشافعي 12 سنة قالت له: إلحق بأهلك في مكة المكرمة ليحفظ القرآن ويتغرب، ثم يلحق بالإمام مالك وهو شاب صغير، وصبرت على فراقه. هذه الأم التي تحرص على أن يصلي أبنائها، على أن يدرسوا، على أن ينجحوا، على أن يقرأوا. فإسهامات، وإن شاء الله لكان قدرنا نصيب وقت نعملوا أمهات العلماء أو إسهامات الأمومة في بناء الإنسانية. فالأمومة إسهامها، أو المرأة الأم إسهاماتها كبيرة. وخاصة أخت نصيرة، لما تصفحت بعض الأمثلة في التاريخ الإسلامي، أن هؤلاء النسوة أبنائهم يتامى، قد تكون الأم هي وزوجها يعني يشتغلان على إعداد الجيل الصالح العالم، وفينا في بعض الأحيان تكون الأم لوحدها. فهذا الإسهام العظيم في بناء الحضارة الإنسانية والإسلامية خاصة في تاريخنا بالاستقراء، الأمومة. اثنين، العلوم. ساهمت المرأة في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية بجميع، بالطب، بكل شيء، في بناء الحضارة الإسلامية. ونجد بأن ولا واحد كان يعترض. أنا ضربنا أمثلة عن بيجان، عن الأندلس، عن الجزائر، عن دول إسلامية كثيرة، أن الأباء كانوا ينقلون العلم إلى بيوتهم، إلى بناتهم، الإخوة، الزوجات، الأزواج، فكانت مجالس العلم، سمر الناس كان بالعلم، الناس يسهرون وسمرهم حكاياتهم نقاشاتهم كلها في ميدان العلم. قلنا احنا قبيلة الأمهاتنا، دائما أختنا
استحدوا مستحضر أمهاتنا رحمهن الله يفهمنا كثيرا من الفقه. من أين أتينا بهذا الفقه؟ المشافهة، ليس بالضرورة كتاب وكراس وقراءة، بارك الله فيك، ولا مدرسة، ولكن كانت الجدة تعلم ابنتها، يا بنتي هكذا تصلي، ما تكذبيش، هكذا تقومي، هاي الأخلاق، هاي العبادة، هاو الشرف، هاي كذا. الجدة حتى في جيلنا هكذا تعلم، والأم كذلك لنا، وهكذا. لماذا؟ لأن البلاد المسلمين حينما يتناقل النقاش وحينما تتناقل القيم، يتناقل العلم، هذاك العلم يتناقل كقيم، كسلوكات، كنصائح، وهو في مضمون. بعض الطلبة ولا نقول لهم جداتنا وأمهاتنا كانوا هذه المعلومة يعرفها، ها أستاذ ما قرأوا الشريعة، قلت لهم لا قرأوا الشريعة بالمشافهة، لأن ميراث الأجداد، الجد والأب والجد يقري وليده والجد الجد يقري الجد وإلى آخره، والأم كذلك. فالعلم هذا أسهمت فيه المرأة إسهاما كبيرا. النقطة الثالثة، لأن ذكرت من الحضارة الإسلامية، الأموال. المرأة المسلمة أسهمت بأوقافها في تاريخ المسلمين العجب العجاب، العجب المعروف، العمل الخيري، الوقف الخيري، الإسهامات التطوعية، العمل الخيري. فكانت هذه المجالات الكبرى، ولو جلسنا لنتحدث لما كفتنا على كل حال. سنخصص حلقات للموضوعين المذكورين من طرفك إن شاء الله. إن شاء الله. هذه هي أخت نصيرة إجابة المختصرة الدقيقة على سؤالك، ونقول أخواتنا إحنا كي نفتحوا لكم فكرة نتمنى أنكم تبلوروها من خلال المطالعات، وتعودوا تجاوبونا، ونعودوا إحنا كذلك نزيدوا نبلوروا هذه المسائل. المرأة المسلمة الصالحة كانت كنز كبير للأمة الإسلامية وما زالت. وهذا الكنز الكبير هو أيضا عنصر مهم طبعاً. أسهم كثيرا وباستمرار في الحفاظ على تراثنا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية، والتي علينا كجيل وعلى الأجيال القادمة أن نحرص كثيرا على الحفاظ عليها وإثرائها لما لا. نفتح الآن المجال، وربما هذه هي المرة الأولى، وستكون إن شاء الله سنة حميدة خلال برنامج أن يتفقهن، نعطي الفرصة لبعض السيدات من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا لطرح أسئلتهم على جلستي البرنامج. هذه الأسئلة رصدتها للبرنامج سميرة سعيدي. عندي واحد 40 ولا 50 ماشي نصوم، الديابيتيك، طيب قال لي ما تصوميش. عندي نمد واش كتب ربي، ما نقولش واش حال نمد، قالوا لي لازم ما تحسبيش. دوك ولا عندي وليدي مات لي، خلى لي ثلاثه ليتيمه، ولا يجوز لي نمدهم ليهم، ولا نعطيهم البراني كيما مال في الجامعه ولا. ماذا يترتب عن تاخير قضاء الدين لشهر شعبان ان شاء الله؟ كاين فديه؟ لا ماشي ما لا يمكن، لا ترتب عليه الفديه و... الصيام وخلاص، قضاء اليوم وخلاص، الايام وخلاص. عندي واحد سؤال حبيت نسقسيه. المراه احيانا يعني كي تنفس دم النفاس تتخلط لها وراها، واسكو تصوم ولا لا جولي سافوار. واحيانا تصوم احيانا نبدا يقولوا لها لا تعاوديه، واسكو كي يجيها رمضان زعما كواحد اخر وهي مازال ما ردتوش واش دير؟ هل يقعد لها دين ولا ترد ولا تصدق عليه ولا اسكو تصدق عليه قبل ما يفوت العام، ومن بعد كيفوت هذاك العام تصومو؟ قضاء الدين سختو تاع بعد ان شاء الله كاف، يعني في الصيام 6 شوال اسكو نقضوا الدين قبل ولا الصيام 6 شوال قبل، هذا ما كان، هذه محيره بزاف. حبينا نعرفوا الاذان الاخير في رمضان تاع الصلاة، الأذان الأخير تاع الصلاة، هل يقدر الإنسان في هذيك الدقيقة يشرب الماء ولا لا؟ يكون متوقف نهائيا على الأكل، على بالها الأكل يكون متوقف. أنا نسأل سؤال تاع الماء فقط، يعني الأذان الأخير تاع الصلاة تعالي نقوموا عليه، يقول الصلاة خير من النوم، هذاك الأذان الأخير اللي حبيت أنا نستفسر عليه. طبعا جلسة البرنامج هنا للإجابة على أسئلتكم، وأبدأ مع البروفيسور عقيلة. والسؤال الأول الأخت اللي تحدث عن فدية
رمضان. عندها عندها مرض مزمن والسكري، ولهذا لا تستطيع ان تصوم. بيتحدث ربما عن المبلغ الذي يمكن ان انا فهمت منها انه نمدوش كتاب ربي. هذا واش قالت؟ نقول اختي الكريمه واخواتنا الكريمات ان النصاب محدد في الفقه، محدد بصاعين. هذوك الصاعين يقدروهم العلماء بين 100 دينار جزائري في المبلغ عندنا او 200 دينار زوج كيلو، فارينه. وبالتالي المساله راهي متعلقه بين 100 دينار في التقييم او 200 دينار معناتها حسب ظروف الناس. كاين ناس فقراء اقل، كاين ناس يقدروا يخرجوا اكثر، ف تحسبهم وتمدهم. هي قالت انني ممكن ولاد وليدي يتامى على حسب ما سمعتها، قالت ولاد وليدي يتامى الا ممكن. نقول يا اختي الكريمه هؤلاء اقرب الناس اللي ممكن تقدمي لهم هذا الفديه. نعم هذه الفديه وتعينيهم. وفي بعض الاحيان اختنا ناس يسقسونا اسكو نقدموا هذه الفديه في رمضان ولا في نص رمضان، ولا نقدموها مجزاه ولا نقدموها كامله. قولوا اخواتنا الكريمات اللي متفقه ان الطبيب منح من الصيام بتاتا، هذه تقدمها كما تشاء، حبت في بدايه رمضان، حبت في منتصف رمضان، حبت في اخر رمضان. الاخوات لي ممكن تقدمها على دفعات او كما تشاء، المهم تحسبها بالقيمه وتخرجها. وبعض العلماء يقول لك حتى كيخلص رمضان، لكن المساله الى مصلحه الاطفال هذو اليتامى، مستعجله مصلحتهم، عجل باعطائهم في رمضان. في كاين حالات اخرى وين بعض السيدات يمنحهم الطبيب من الصيام ولكن متقطع، يقول لك تقدري تصومي صومي، كي ما تبقيش تصومي افطري. هذه كذلك تحسب حتى يخلص رمضان، تحسب الايام اللي فطرتها تخرج عليها، الايام اللي صامتها يصامت، وربي يتقبل من الجميع. ولكن اجر الصائم اخواتنا الكريمات المريضات اللي راهم يمدوا الفديه لهن اجر الصائم. جزاك الله خيرا بروفيسور. السؤال الثاني لإحدى الأخوات تقول أو تسأل عن الصيام أو قضاء دين رمضان مباشرة بعد رمضان، هل تبدأ بقضاء الدين أو بصيام أيام شوال؟ نعم أقول بالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال أن الأصل أنها تصوم دينها قبل أن تشرع في النافلة، فالأصل أن نجبر ما بقي من الفرض ثم نذهب إلى النافلة. ومنهم من قال لفضل شوال كصيام الدهر، قالوا بصيام 6 من شوال بنية النافلة وتأجيل الدين. ولكن جمهور العلماء اتفقوا على أن معظم أقوال العلماء في هذه المسألة خدمة لمصلحة هذا العبد، لأنه لا يدري الأخت نصيرة لعل الموت يأتي بغتة، والأصل أننا نرقع قبل أن نعطر. الأصل في الإنسان إن كان لديه ثوب ممزق يرقعه ولا يعطره أو ينظفه قبل أن يعطره. وبالتالي وجد العلماء في هذه المسألة أن قضاء الدين أولى من النافلة، تقضي دينها، تجبر هذاك الكسر الموجود أو النقص الموجود، ثم تذهب الله إلى النافلة. والنافلة الأخت نصيرة مفتوحة، الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب النوافل ومواسم النفحات على مدار السنة كاملة. الأيام البيض، 3 أيام من كل شهر، يوم عرفة، الاثنين والخميس، وبالتالي مجال الحسنات وتجميع الحسنات هو قائم على مدار السنة. ولكن الذي نحذر منه ونخاف منه أن يأتي الموت وللإنسان، والإنسان عليه دين مع الله تبارك وتعالى، ودين الله أفضل وأحق أن يقضى، والله أعلم. جزاك الله كل خير دكتورة. السؤال الثالث أظن يتعلق بشرب الماء مع الأذان الثاني. أنا أقول أخواتنا مليح أن تنبهت المسألة أخرى، كي كنا نقول خطاب أخواتنا في رمضان، نقول أخواتنا الكريمات من إعدادات رمضان رزنامة الإمساك، لازم تتابعوا قناة القرآن تبث وكل قناة
التلفزيون الجزائري بثوا والرزنامه شؤون دينيه تطبع رزنامه خاصه بالامساك والافطار، مواقيت الامساك ومواقيت الافطار، الهاتف يعني مواقيت. كاين ايضا الانترنت يعني بسهوله يمكن ان نعرف المواقيت. نعم يضبطوا يخرجوا الرزنامه الشهر كله ويضبطوا امامهم حتى يعرفوا على قداش. حنا عندنا في الامساك 10 دقائق قبل الاذان الثاني، هذا هو الامساك تاعنا في المذهب المالكي، 10 دقائق قبل الاذان الثاني. الان نقولوا وحده ناضت الاذان راهو الخمسه بالضبط مثلا، ناضت الخمسه غير 10، شربت الماء راه تكمل صيامها. لكن تقول لي انا في الاذان الثاني متى كي اخرتي السحور، فبالتالي نقولوا اخواتنا الامساك يبدا 10 دقائق، ماشي الاذان الاول، ما تحسبوش هكا الاذان الاول الاذان الثاني، نحسبوا 10 دقائق بالضبط قبل الاذان الاول، عفوا الاذان الثاني تما يكون الامساك، تما نمسكوا. وبالتالي حبيتي تشربي الماء قبل 10 دقائق هذوك، اشربي الماء وكملي صيامك. كما تقول المرأة حريصة على أن تفطر في الوقت، عليها أن تحرص أيضا على أن تفطر في السحور. السحر في الوقت. بارك الله فيك. يبدو أن كل هذه الأسئلة جمعنا على كل الأسئلة التي وردت، أما أن هناك سؤال آخر. النفاس، هذيك الأخت عن النفاس قالت لك المرأة تفطر ومن بعد تفطر نفسها يعني في رمضان لأنها نفس وقتاش ترجع. نقول أخواتنا الكريمات، إذا كانت المرأة دخلت في نفس في رمضان أي نفسة، بعد ذلك راهي مرضع وجارها برمضان الثاني، بعد ذلك قضت دينها، هذه ماهيش مقصرة. العلماء يقولون أن التي تقدم تقضي وتدير فدية في المذهب المالكي هي التي قصرت. احنا هذه المرأة خرجت من نفاسة، دخلت كمرضع، جاءها رمضان الثاني، تصوم الأيام المكتوبة عليها. إن لم تكن مرضع وقصرت وكان بإمكانها تصوم وتقضي صيامها قبل رمضان الثاني، قضته بعد رمضان، هذه تقدم الفدية. هذا هو الفاصل. يعني المرضعة لها رخصة إن لم تستطع أن تصوم في تلك الفترة. أكيد حقوق الطفل لها أن تفطر، في المرضع والنافس لها أن تفطر، والنافس محكوم عليها، المرضع لها الحق أن تفطر في نهار رمضان، وإذا كانت مرضع بعد رمضان ولا تستطيع القضاء تكمل، لا تقضي إلا أن يفطي ما طفلها أو يتأخر يصبح يأكل، تستطيع أن تصوم وتستطيع أن ترد دينها. فقط أعطف على الأستاذة في خصوص المرأة المرضع مع العجز وعدم القدرة عن الصيام. الكثير من اللواتي يرضعن أولادهن تجدهن ما شاء الله صايمات بيوتهم ما شاء الله، حتى لا يكون مخرج لبعض الأخوات يعني ويتفلت منهم الأمر. الرضاع مع عدم القدرة على الصيام أو مع انقطاع الحليب. الحليب على الطفل. نعم، مع انقطاع الحليب وتأذي الطفل من سوء التغذية. فيه ضوابط لإفطار المرأة المرضعة. وهذا من يسر ديننا الحنيف. نعم، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نمر إلى سؤال آخر من مجموعة من الطالبات الجامعيات يدرسن تخصصات علمية. جاء في سؤالهن: ما هي أولويات العلم الشرعي؟ كيف يمكن أن ندرس الشريعة؟ وهل من مراجع يمكن أن تيسر لنا ذلك؟ نعم، أقول بالله التوفيق. أولا تحية كبيرة لهذه الطالبات يدرسنا تخصصات تقنية ولكن يريدنا تقرب من الله بالتفاهم في العلوم الشرعية أو طلب العلوم الشرعية. أولا لازم نتفقوا كما قال العلماء أن النساء في طلب العلم ثلاثة أقسام، منهن من تطلب العلم الشرعي بنية صادقة وبعزم واجتهاد وبجد، ومنهن من هي معرضة تماما عن هذه العلوم الشرعية، ومنهن من تطلبه تارة وتعرض عنه تارة أخرى. أخوات الفاضلات ما شاء الله بناتنا أحبين يطلبوا العلم الشرعي بالإضافة تخصصاتهم التقنية، وربي سهلهم إن شاء الله، وربي سبحانه يجعل مخرج. الذي يريد أن يتقرب منه باعا سيتقرب منه ذراعا، يعني الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إليه العبد ماشيا أتاه هرولا الله تبارك وتعالى، ويفرح بعودة العبد إليه. ماذا نقول في الخطوات الأخت نصيرة؟ العلماء ماذا قالوا في خطوة طلب العلوم الشرعية حتى نصحح المفاهيم؟ أخواتنا ربات البيوت، العلوم الشرعية ليست شهادة أكاديمية،
وليست شهادة جامعية. العلوم الشرعية والفقه هو فهم الدين. المرأة إذا فهمت دينها فقد أتت من الخير الوفير. الأخوات يتقربوا، أول شيء نقول لهم أول بركة وأول خطوة للتقرب من العلوم الشرعية هي كتاب الله تبارك وتعالى. نقرأ القرآن، نفسر القرآن، ثم يصبح بركة عليهن، تصبح لهن بركة في الجهد والوقت وحتى في التيسير إلى غير ذلك. بعد ذلك يتدرجنا في طلب العلوم الشرعية من خلال مثلا نحب تقرأ أحاديث نبوية، ننصحها بالأربعين النووية. الأربعين النووية فيها أربعين حديث صحيح جمعهم الإمام النووي، فسرهم وتخدم بهم المرأة، تعمل بهم في حياتها اليومية، في تصحيح النية، في الرقي بالعادة إلى العبادة عن طريق النية إلى غير ذلك. أيضا رياض الصالحين من الكتب المهمة مهم. وننصحها أيضا بكتب الإمام ابن القيم، فهي كتب فعلا قيمة. الداء والدواء، الروح، زاد المعاد، كلها كتب كتب في كل شيء رائعة رائعة، كتب الإمام ابن القيم. وأنا متأكدة وعلى يقين أنها الخطوة الأولى فقط، يبدأوا بالخطوة الأولى وإن شاء الله ربي يبارك لهم في بالعلم. امين وبارك الله. امين يا اختنا سيره، نقول اخواتنا الكريمات بارك الله فيكن وفي جهدكن. الخطوه المهمه كذلك في اضافه الى ما ذكرته الدكتوره مالكه وهي فقه العبادات، لازم تقراوا فقه العبادات، فقه النساء ضروري في حياتكن. لماذا؟ لان طريقه الله سبحانه وتعالى عبر الصلاة الصحيحة والأحكام النسائية الصحيحة والصوم الصحيح والزكاة بطريقة صحيحة والحج بطريقة صحيحة مهم جدا. واقرأنا كذلك في مراجع الكتب والمصادر موطأ الإمام مالك، حديث الإمام مالك وشروح الموطأ عند الإمام مالك، ستجدنا وكذلك كتب في فقه العبادات فهي موجودة، وممكن يتواصلوا معنا نعطوهم كذلك ربما بي دي اف ولا مسائل ملخصة. ويعني هناك من ألف في مثلا برنامج في علوم الشريعة مثلا سنة أولى شريعة، هي برنامج فقه العبادات، فهناك مثلا مذكرات الطلبة وملخصات لمذكرات الطلبة، ممكن هنا وهناك طلاب يستعين بها لمعرفة الأحكام الفقهية، لأن الفقه اليومي للمرأة المسلمة والفتاة المسلمة في أحكام التيمم والغسل والوضوء وأحكام باب الطهارة وأبواب الصلاة مهمة جدا في هذا السن، خاصة حينما ينضبطنا جيدا في باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصوم والزكاة. وأيضا هذه الأسئلة المتكررة سواء من خلال حصتنا هذه أن يتفهم أو نخص أو حصص الفتوى الأخرى. تفضلي بارك الله فيك. عطفا على ما قالته الأستاذة، نبهم أنه تأتيهم حالة من الفتور، لأنه الشيطان ما يخليهمش. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه الفتاة تدرس تخصص تقني وحبت تتقرب إلى الله، لابد أن تجهز لحظات من فتور. لذلك العلماء نصحوا بشحذ الهمم، وذلك من خلال قراءة الكتب التي تتكلم عن فضل طلب العلم الشرعي، مثلا كقول الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إلى غير ذلك. هذه تعطيهم إن شاء الله تحفيز وهمة لدراسة العلوم الشرعية. بارك الله فيكما الله يبارك فيك، وإن شاء الله اللهم يسر لنا فهم ديننا والتفقه فيه حتى نعمل به ونبلغه من خلال هذه الحصص التي عبر قناة القرآن وعبر قنوات أخرى، هي رسائل نحتاجها يوميا، نحتاج للتذكير بها أيضا حتى نعمل بها جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في ذلك، ونسأله سبحانه أن يعصمنا ويعصم أبناءنا وذريتنا وأهلنا وعباد المسلمين من الشيطان الرجيم. آمين. شكرا لكما جلسة البرنامج، الحديث كان شيقا جدا. اللهم اجعل مجلسنا هذا من مجالس الصالحين. مرة أخرى رمضان مبارك، تقبل الله منكم ومنا الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا للفريق الساهر معنا لإنجاز هذه الجلسة الطيبة من جلسات أن يتفقان، وعلى رأسه المخرجة نادية شراير. أما أنتم فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.